بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 53. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم للشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب عبر هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع لقائنا نرحب بفضيلة الشيخ، فحياكم الله وبياكم شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال الترمذي حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى، فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع وتسليم النصارى الإشارة بالأكف. قال: وروى ابن المبارك هذا الحديث عن ابن لهيعة ولم يرفعه. قال: وهذا وإن كان فيه ضعيف فقد تقدم الحديث المرفوع: من تشبه بقوم فهو منهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كما هي عادة الشيخ رحمه الله أنه يستقصي جمع الأدلة في الموضوع الذي يكتب أو يؤلف فيه، ومن ذلك هذا الذي نحن فيه، هذا الكتاب. نعم. اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، فإنه جمع فيه كل الأحاديث والآثار التي لها علاقة بالموضوع حسب ما اطلع عليه رحمه الله، وهو واسع الاطلاع، كل يشهد له بذلك. ومن ذلك هذا الحديث، ما قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى. فهذا الحديث وإن كان فيه ضعيف وهو ابن لهيعة، فإن له ما يقويه، وهو الحديث الصحيح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على اليهود والنصارى وهم أهل كتاب. فإذا كان لا يجوز التشبه بهم وهم أهل كتاب، فإن التشبه بغيرهم من سائر الكفرة من باب أولى. فهذا يدل على تحريم التشبه بالكفار سواء كانوا كتابيين أو غير كتابيين، لما يجره التشبه بهم من سريان أفعالهم وعاداتهم ومعتقداتهم القبيحة إلى المسلمين. فهذا من باب قطع الصلة الدينية، قطع الصلة الدينية، لا الصلة الدنيوية، إنما الصلة الدينية أنها تقطع بالكفار. وعندنا عقيدة الإسلام وهي وافية شافية ولله الحمد. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا، فهذا من باب الوعيد، ليس هذا من أحاديث الوعيد، فلا يدل على كفر من تشبه باليهود والنصارى مطلقا، وإنما هو من باب الوعيد. لكن إذا تشبه بهم في أمور الشرك وهو عبادة غير الله وتأليه المسيح عليه السلام، تأليه الأنبياء والصالحين كما هي عادة اليهود والنصارى، فإن هذا التشبه يقتضي الكفر بالإجماع. لكن إذا كان التشبه دون ذلك فهو محرم، قد يكون كبيرة من كبائر الذنوب، وقد يكون دون ذلك
فقوله ليس منا هو من أحاديث الوعيد، يمر كما جاء ولا يفسر، مع اعتقاد أن من ارتكب ذنبا دون الشرك والكفر أنه لا يكفر، وقد يكفر كفرا أصغر غير مخرج من الملة. لا تشبه ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبه باليهود ولا بالنصارى ولا بالنصارى. نعم. قال فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع وتسليم نعم تمام الحديث ذكر نموذجا من التشبه بهم. الله جل وعلا شرع لنا السلام على من لقينا من المسلمين. السلام بداءته الابتداء به سنة ورده واجب. قال تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. السلام مشروع على المسلمين لما فيه، وقال صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام بينكم، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن سبب دخول الجنة بسلام إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل. فإفشاء السلام بين المسلمين أمر مطلوب لما فيه من المصالح ونزع الحقد والتهاجر وزرع المحبة بين المسلمين، لكن يكون السلام بالكلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيرد ويقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لأن هذا دعاء وإظهار للمحبة والأخوة بين المسلمين، فلا يأتي به بالإشارة كما تفعله اليهود والنصارى أنهم يسلمون بالإشارة دون الكلام، إما برأسه وإما بيده. فهذا لا يعطي فائدة السلام المشروع. ولكن ذكر العلماء أنه إذا كان المسلم عليه بعيدا ولا يسمع الصوت فإنه يسلم بالتلفظ ويرفع يده إشارة لتنبيه المسلم عليه، لكن لا يقتصر على الإشارة حتى مع البعيد، وإنما يتلفظ بالسلام، يقول السلام عليكم ويشير بيده لأجل أن ينبهه أنه يسلم عليه فيرد عليه السلام. نعم. ويمكن لأن الأجر يحصل بقولها السلام عليكم، هذه يحدث السيارة كثيرا بعضهم يكتفي بالإشارة. لا، السلام عليكم لا بد منها التلفظ، أما سلام أما إشارة بدون تلفظ هذه تحية اليهود والنصارى ونحن منهي عنها. نعم. أثابكم الله. قال رحمه الله هذا وإن كان فيه ضعيف، فقد تقدم الحديث المرفوع فيه ضعيف يعني راون فيه بالنهية. راون ضعيف. نعم. فقد تقدم الحديث المرفوع من تشبه بقوم فهو منهم. نعم، الحديث من تشبه بقوم فهو منهم حديث صحيح، وهو محفوظ عن حذيفة بن اليمان أيضا من قوله وحديث ابن لهيعة يصلح للاعتضاد، كذا كان يقول أحمد وغيره. نعم، الحديث الضعيف لا يلغى نهائيا كما يقول به بعض العصريين وبعض المتعالمين. نعم، حديث الضعيف يختلف، الحديث إذا كان ضعفه قليلا أو لم يجمع على أنه ضعيف فيه من يحسنه أو فيه من يصححه فإنه لا يلغى بل يستدل به، لا سيما إذا كان يستند إلى أحاديث صحيحة أو يعتضد بأحاديث صحيحة وأدلة صحيحة تقويه. ثانيا، إذا كثرت طرقه فإنه يرتفع من كونه ضعيفا إلى كونه حسنا لغيره، إلى كونه حسنا لغيره يحتج به. ثالثا، نص العلماء على أن الحديث الضعيف إذا لم يكن شديد الضعف أو مجمعا على ضعفه أنه يستدل به في فضائل الأعمال وفي المواعظ لأجل ترقيق القلوب بذلك
ولا يؤسس عليه أحكام شرعية من محرم أو واجب أو مكروه أو مستحب، وإنما يعتضد به فقط كما قال الشيخ هنا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأيضا ما روى أبو داود حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي حدثنا محمد بن ربيعة حدثنا أبو الحسن العسقلاني عن أبي جعفر بن محمد بن علي بن ركانة أو محمد بن علي بن ركانة عن أبيه أن ركانة رضي الله عنه صارع النبي صلى الله عليه وسلم فصارعه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ركانة: وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس. نعم، هذا الحديث في المصارعة بالأبدان لإظهار القوة والتمرن على القوة، فهو يساعد الإنسان على الجهاد وعلى قوة البدن. المصارعة بالأبدان هذه مشروعة، أو على الأقل مباحة لما فيها من الرياضة البدنية، ولكن تكون بدون ضرر، لا يكون معها جرح أو ضرر أو ضرب، إنما هي مصارعة لإظهار القوة والمغالبة. وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع ركانة، فصرعه صلى الله عليه وسلم، مع أن ركانة رجل قوي، ولكن الرسول أعطي قوة أكثر من غيره عليه الصلاة والسلام، فصرعه يعني طرحه على الأرض. فهذا يدل على الجواز، على جواز المصارعة، لكن يحرم أن يؤخذ عليها عوض أو جوائز، لأن هذا من أكل المال بالباطل ومن الميسر. فالمصارعة التي لا يؤخذ عليها عوض لا بأس بها. نعم، صرع ركانة فصرعه، هذه مسألة. والثانية قال: يقول سمعته يقول: فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس. هذه مسألة ثانية في اللباس، أننا نخالف المشركين أيضا في هيئة اللباس، في هيئة اللباس، فلا نلبس اللباس على هيئة ما يلبسه غير المسلمين. ومن ذلك العمائم، العمائم تلبس وهي من الملابس المباحة، ولكن لا تلبس وحدها، بل يكون تحتها قلانس، لأن غير المسلمين يلبسونها بدون أن يكون تحتها شيء. فمن أجل مخالفتهم في الصفة النبي صلى الله عليه وسلم شرع أن تلبس العمائم فوق القلانس، والقلانس جمع قلانسوة، وهي شيء يلبس على الرأس على شكل ما يسميه الناس الآن الطاقية تقريبا. نعم، السلام عليكم. قال: وهذا يقتضي أنه حسن عند أبي داود، ورواه الترمذي أيضا عن قتيبة، وقال: غريب، وليس إسناده بالقائم، ولا نعرف أبا الحسن ولا ابن ركعنة. وهذا القدر لا يمنع أن يعتضد بهذا الحديث ويستشهد به، وهذا بين في أن مفارقة المسلم المشرك. هذا كما سبق. نعم، أن الحديث الضعيف أنه استدل به في أحوال، ومنها إذا اعتضد بأدلة صحيحة، بأدلة صحيحة. وقد اعتضد هذا بالقاعدة الشرعية، وهي تحريم التشبه بغير المسلمين، تشبه بالكفار. نعم، قال: وهذا بين في أن مفارقة المسلم المشرك في اللباس أمر مطلوب للشارع. نعم، هذا هي القاعدة، أن من تحريم التشبه بهم، التشبه بهم في هيئة اللباس الخاصة بهم، فنحن نتجنبها ونغير صفة ملابسنا مخالفة لصفة ملابسهم. نعم، قال: كقوله: فرق ما بين الحلال والحرام الدف والصوت، فإن التفريق بينهما مطلوب في الظاهر. نعم، هذا في الزواج، فرق ما بين الزنا وبين الزواج الضرب بالدف. نعم، فيستحب أن يضرب بالدف لإعلان النكاح بمناسبة الزواج عند العقد أو عند الدخول،
من أجل أن يتعالم الناس أن فلانا تزوج فلان، فلا يكون هناك سوء ظن في أنه يدخل عليها أو أنه بدون عقد. فضرب الدف هو إعلان للنكاح بخلاف نكاح السر، فإنه يشبه الزنا، يشبه الزنا، لأن الزنا الغالب أنه يكون سرا بين الزاني والزانية. فلأجل الفرق بين الحلال والحرام في النكاح ضرب الدف إعلانا للنكاح، وهذه رخصة، وإلا فضرب الدف الأصل أنه حرام لأنه من أدوات الطرب المعازف. أي نعم، لكن استثني في هذه الحالة من باب الرخصة. نعم. قال: فإن التفريق بينهما مطلوب في الظاهر، إذ الفرق بالاعتقاد والعمل بدون الإمامة حاصل، فلولا أنه مطلوب. قال: فإن الفرق بينهما مطلوب في الظاهر، إذ الفرق بالاعتقاد، الفرق بينهما يعني الحلال والحرام، مطلوب في الظاهر أي إظهاره وإعلانه للناس، وإن كان العقد قد تم مستوفيا لشروطه وأركانه وهو عقد صحيح، لكن لا يكفي أن يكون سرا لئلا يشبه الحرام. فإعلانه هذا أتم وأوفى من أجل قطع المشابهة بين الحلال والحرام. نعم. قال: مطلوب في الظاهر، إذ الفرق بالاعتقاد والعمل بدون الإمامة حاصل، فلولا أنه مطلوب بالظاهر أيضا لم يكن فيه فائدة. نعم، هو ما يكفي أن الإنسان يخالفهم في الاعتقاد أو في العمل، بل لا بد من إظهار ذلك في الملابس، فإن العمامة من الملابس، فإذا لبسها على شكل ما يلبسها الكفار فقد تشبه بهم. نعم. وإذا لبسها على شكل يخالف ما يلبسه الكفار فقد خالفهم، وهذا هو المطلوب في كل شيء، مخالفة في الأمور أو الدينية وأمور عاداتهم الخاصة بهم، تقاليدهم الخاصة بهم. نعم. قال: وهذا كما أن الفرق بين الرجال والنساء لما كان مطلوبا ظاهرا وباطنا لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم من التشبه المحرم، من التشبه المحرم غير التشبه بالكفار، تشبه أحد الجنسين بالآخر حتى بين المسلمين، فلا يجوز للرجل أن يتشبه بالمرأة في كلامها أو في مشيتها أو في لباسها، ولا يجوز للمرأة أن تتشبه بالرجل في كلامها أو في مشيتها أو في لباسها، من فعل ذلك فهو ملعون. لعن صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال، بل يبقى كل من الصنفين على ما يليق به، على ما يليق به، ما يليق بالرجال الرجولة والشهامة ومظهر القوة، وما يليق بالنساء التزين والتبعل لأزواجهن، وما يختص بالنساء. فهذا من تحريم، من أنواع التشبه المحرمة، وإن لم يكن بين المسلمين والكفار، وإنما هو بين المسلمين بعضهم مع بعض في الصنفين، لأن الله أكرم الرجل بالرجولة والمرأة أكرمها أيضا بالأنوثة. المرأة أيضا كريمة في الإسلام، وهي إنسان لها حقها ولها مكانتها، لا يستهان بها، لكن كل له خصائص أعطاه الله. فإذا تحول الرجل إلى صفة المرأة فإن المجتمع يخسر هذا الرجل، ويخسر قوة الرجال، يتحولون إلى منعمين وإلى مترفين، فالرجال يبقون على رجولتهم وخشونتهم وقوتهم، والنساء تبقى على تزينها وتبعلها لأزواجها. هذا هو المطلوب شرعا
في الجنسين. وهذا فيه رد على الدعوة القائمة الآن من المطالبة بمساواة المرأة بالرجل، وهذا مخالفة للفطرة التي فطر الله الناس عليها، فإن الله خلق الرجال للرجولة وخلق النساء للأنوثة، وفي كل من الصنفين مصلحة بالجميع، بقاء الرجال على رجولتهم وبقاء النساء على أنوثتهن فيه مصلحة للمجتمع. أما أن المرأة تساوى بالرجل فهذا عكس الفطرة التي فطر الله الناس عليها، والله تعالى قال: وليس الذكر كالأنثى، ليس الذكر كالأنثى، وقال: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. قال سبحانه وتعالى: أصطفى البنات على البنين، لأنهم ينسبون البنات إلى الله، ما لكم كيف تحكمون، ويجعلون لله ما يكرهون. البنات وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، فهم ينسبون إلى الله ما لا يرضونه لأنفسهم من البنات. والله منزه عن الولد مطلقا، لا البنات ولا البنين، ولكن هذا من باب الرد عليهم وبيان أنهم يتنقصون الله سبحانه وتعالى. الحاصل أنه يجب الفرق بين الرجل والمرأة، كما خلق الله كل منهما وخصه بخصائص يبقى على خصائصه، وهذا من مصلحة المجتمع، مصلحة المجتمع. ولو أنه قيل لرجل: أنت كالمرأة، لم يرضى، لا شك. فكيف يقول أن المرأة كالرجل؟ هو لا يرضى أنه يقول أنت كالمرأة، وربما ينتقم ممن قال ذلك. فكيف يقول المرأة تكون كالرجل سواء بسواء؟ نعم. أحسن الله إليكم. إذا كان هذا الحكم في الحديث يا شيخ أنهم أنه صلى الله عليه وسلم لعن متشبهين ومتشبهات، فمعناه أنها كبيرة ويدخل فيها من دعا المساواة أو دخولا أوليا أو يكون حق بذلك؟ نعم، هو الذي ملعون على رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يدعو إلى مساواة الرجل بالمرأة يدعو إلى التشبه، الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله من الرجال والنساء، فهذا يكون مشاركا في الإثم، لأنه يدعو إلى ما نهى الله عنه وحرمه ولعن عليه. نعم. صلى الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله: ونفى المخنث لما كان رجلا متشبها في الظاهر بغير جنسه. المخنث هو الذي تظهر عليه ملامح المرأة في جسمه أو في كونه يلين في الكلام، هذا هو المخنث. وليس المخنث ما هو في عرف الناس اليوم أنه اللوطي، لا، المخنث من التخنث هو التكسر والتثني، هذا في اللغة. فالمخنث هو الذي يتشبه بالنساء في كلامه، في مشيته، شعره، في شعره، في مظهره، في نعومته، أو في خلقته، بأن يكون له ثديان أو له شيء من ما خلق في النساء، أو أنه الخنثى اللي يسمونه الخنثى المشكل، من له آلة ذكر وآلة أنثى. فالتخنث على قسمين: تخنث خلقي، هذا لا يلام عليه الإنسان، أو تخنث، والنوع الثاني تخنث اختياري يفعله الإنسان، الرجل يتحول من صفات الرجولة إلى صفات الأنوثة، هذا تخنث. فإذا كان من النوع الأول وهو التخنث الخلقي وكان لا شهوة فيه، فيكون من غير أولي الإربة من الرجال، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان في الأول يتسامح في حقه ودخوله المنزل، فلما سمع من مخنث وصف المرأة بالوصف الدقيق والتشبيه بها، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجهم من البيوت، وذلك من أجل الاحتياط للأعراض، وأنه لا يتساهل في الرجل حتى ولو كان مخنثا، لا يتساهل فيه، ولا يكون مع الإناث إلا الإناث. وهذا من باب الاحتياط للأعراض.
إذا كان هذا في المخنثين يخرجون من البيوت، فكيف بالرجال الأجانب يدخلون على النساء ويخلون بهن في مكتب أو في بيت أو في مكان؟ لعن صلى الله عليه وسلم، بل إنه صلى الله عليه وسلم قال: ما خلى رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. فالحاصل أنه يجب بعد الاختلاط بين الرجال والنساء في الأعمال أو في البيوت أو في السيارات أو في، يعني أقصد الخلوة، خلوة رجل بامرأة. أما إذا كانوا جماعة وزالت الخلوة بهم مع تحجب النساء والتزامهن بالحجاب وأن يجلسن على جانب ولا يختلطن مع الرجال، فلا بأس بذلك. نعم. فإن قيل المسألة ثقة وتربية وأنتم تتهمون النيات ولا عندكم ثقة، فالرد على ذلك؟ الرد على ذلك ما ليس هنا، ما هنا أحد يثق بنفسه عند الفتنة. الذي يثق بنفسه عند الفتنة كذاب. كذاب. نعم، ما أحد يثق بنفسه عند الفتنة. إبراهيم عليه السلام قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. فعند الفتنة الإنسان لا يزكي نفسه، سواء فتنة النساء أو غيرها. إذن نقول هذه تزكية، من ادعى أن المسألة التربية والثقة فهي تزكية. فهي تزكية، نعم. ما فعلها الأنبياء؟ نعم، الأنبياء كانوا يحذرون من، أنت تقرأ ما جرى من في حق يوسف عليه السلام، قالوا إلا تصرف عني كيدهن، وهو نبي الله، لكن أجبره سيده، لأنه صار مملوكا، أجبره سيده على أن يخدم في البيت، فصار مع امرأة العزيز، فصار ما ذكره الله عز وجل من همها به ونفوره منها واستعاذته بالله عز وجل، وأن الله أمده بالعون والعصمة وحماه منها وأظهر براءته علانية في النهاية. نعم. نعم. لكن السبب هو اختلاط الرجل بالمرأة يجر إلى هذا، حتى ولو كان الرجل تقيا ولو كان معتصما فإنه يتهم في هذا، على الأقل يتهم في هذا، مع أنه قد يقع في الفاحشة بإغراء الشيطان. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. تكرم بشرح الكتاب صاحب الفضيلة الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء. شكر الله لشيخنا ما تكرم به، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه في الختام تحية أخي مهندس الصوت يحيى عبد الله إبراهيم، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.